السلام عليكم حبيباتي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلامه يا رب. معكم قناتي يكسل باس بالوصفات الطبيعيه والطبخ كمان. وزي ما شفتوا المره الماضيه حطيت لكم بالقناه فلوجات، وراح احط لكم ان شاء الله روتينات متنوعه راح تنال اعجابكم. راح ندخل في صلب الموضوع. اليوم حطيت لكم مصق طبيعي 100% رائع جدا بمكوناته الغنيه عن التعريف. خلوكم معايا لتطبيق هاي الوصفه. وهلا حبيباتي راح ندخل مباشرة في تطبيق هذا المسك. أول مكون عندنا اللي هو الشوفان، واللي غني عن التعريف زي ما قلت لكم المرة الماضية إنه بيحتوي على مادة الصابونين، هي مادة زي الصابون بتخلي هيك البشرة نظيفة جدا جدا، وبيخليها هيك نظرة وبيعطيها لمعان. المكون الثاني اللي هو العرعار، زي ما قلت لكم العرعار اللي ما يخلي عار، صراحة حلو حلو كتير لا للبشرة ولا للشعر، مكون رائع جدا. مجرد انكم تنقعوه زي ما قلت لكم المرة الماضية في حلقات سابقة، مجرد انكم تنقعوه وتستخدموا بس المنقوع تبعه، يعني زي ما بيقولوا المصريين تحفة، يعني رائع جدا. المكون الثالث اللي هو العسل، واللي غني عن التعريف، يعني عن نفسي بحطه بجميع الماسكات، يعني ولو انه ملعقة صغيرة ضرورة انه حضره بالماسكات تبعي، بيخلي هيك البشرة نظرة وبيعطيها هيك رطوبة حلوة وبيعطيها هيك لمعان حلو كتير. والمنقوع الرابع صراحة بدون اني ما امدح فيه ولا اشكر فيه اللي هو اللبان الذكر، رائع 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 جدا، لا بالنسبة للشعر ولا بالنسبة للبشرة، لكن لازم تعرفوا بين اللبان الذكر الحر يعني الأصلي واللبان الذكر المغشوش. يعني اللبان الذكر الأصلي لما تنقعوه ليلة كاملة في الصبح بتلقوا هيك المنقوع زي الحليب، هذا هو الأصلي. لكن إذا نقعت اللبان الذكر المغشوش وفي الصبح لقيته هيك أحمر أو ما أو الحبيبات تبع اللبان الذكر ما تفتتوا، بتعرفوه إنه مغشوش. اللبان الذكر الأصلي أو الحر زي ما بقول لكم وبعيد، لما تنقعوه في الصبح بتلقوا الحبيبات تبعه اتفتتت وبيعطوكم هيك لون زي لون الحليب زي ما بتشوفوا بالفيديو. المهم بضيف منقوع اللبان الذكر وبخلط المكونات زي ما بتشوفوا على هالشكل لحد ما أحصل على كريم او على خليط يكون هيك متجانس ويكون سهل التطبيق على البشرة. بخلطه منيح، ولازم انه اضيف كمان شوية من الـ من الـ من اللبان الذكر يعني المنقوع تبعه لحد ما يصير الخليط شوي هيك مايل انه يكون هيك زي ما بنقوله بالمغربي مطلوق هيك، يعني يكون جاري شوي، يعني ما يكون متماسك منيح، لانه لما بحطه بالثلاجة بيعقد شوي. انا اي ماسك بحطه على وشي لما بخلطه او امزجه بحطه بالتلاجة على الاقل 5 دقائق لحد ما ياخذ البرودة تبعي الثلاجة، وبعدين بحطه هيك بارد على بشرتي. اي ماسك تخلطوه تحطوه بالتلاجة بعدين تستخدموه على البشرة تبعكم. زي ما بتشوفوا الخليط هون شوي سائل، لكن لما بحطه بالتلاجة هيك يتماسك وبيكون قوامه تقيل شوي. خلوكم معايا لتتمة هذا الماسك. وهون حبيباتي من بعد ما دمجنا المكونات مع بعض نحصل على خليط متجانس على هالشكل. مباشرة بحطه بالتلاجة، انا على نفسي بحطه بالتلاجة على الاقل 4 دقائق هيك لحد ما ياخذ البرودة منيح. ومباشرة راح طبقه على أي منطقة بجسمي، يا وشي أو رقبة أو يدين أو رجلين، يعني مسك طبيعي 100% ما بتخافوا منه من شيء. راح تقولوا لي كم مرة راح نطبقه بالأسبوع؟ على الأقل على الأقل طبقوه 3 مرات بالأسبوع، أو إذا بدكم تطبقوه كل مرة باليوم ما مشكل، يعني مسك طبيعي 100% ما راح تخافوا من أي شيء. وهون حبيباتي زي ما بتشوفوا مكعبات ثلجية بمنقوع الأعشاب اللي كنت سويت معكم قبل هيك بالقناة. اللي ما شاهد الحلقة راح حط رابط المنقوع بخانة الوصف. هون باخد المنقوع بحطه هيك بمكعبات اللي زي ما بتشوفوا بالثلج لحد ما تصير مكعبات ثلجية. وبعد أي ماسك لما بغسل وشي من أي ماسك كان باخد هذا المكعب وبمرره على وشي بشكل دائري. صراحة إله مفعول خاص للبشرة، فوائد الثلج للبشرة جد رائعة.
لكن بالضوابط تبعها، يعني الثلج ما بتمرره على الوش تبعكم إذا كان الجو سخن. أحسن وقت لتمرير مكعبات الثلج للوش هو المساء، يعني لما تغيب الشمس، لما تكون هيك الحرارة راحت، عشان ما تضروا بشرتكم. صراحة رائع 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 جداً. بتمنى أنكم تطبقوا هذا الماسك، وإن شاء الله ينال إعجابكم، وإن شاء الله راح تلاقوا فرق كبير لما تطبقوه. وبتمنى أنه حلقة اليوم أو ماسك اليوم نال إعجابكم ونال رضاكم. وإلى ماسك آخر بإذن الله، في أمان الله ورعايته.